هلو ايفريون، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشاهير اليوم. واليوم مثل ما تعودنا رح نتعرف على شخصيه جديده من مشاهير السوشيال ميديا، بس الشخصيه اللي معنا لليوم كمان اليوم شخصيه لها مع قبل كثير من السوشيال ميديا، واللي هي مس ليبون ل 2007 نادين ويلسون جيم. So hi Nadine. Hi Carolina. How You're are you? Good. أنت شكلك شوي ساخنة. أنا كتير ساخنة مش شوي. عملي سك. Sorry guys على صوتي المعفن اليوم بالحلقة. سلام قلبي. Thank you حبيبة. You ready للإبيزود؟ يلا let's go. نادين ما معك خبر شيء، رح نبلش بالأسئلة. يلا. So نادين أنت كنت ملكة جمال لبنان لل 2007. كيف كانت your experience بالموضوع؟ حبيتي؟ بتندمي عليها؟ في لك صار يعني وصلت لمحل هلا بحياتي بقول كتر خير الله على كل اكسبيرينس قطعت فيها منهم مس لبنان، لانه هيدي نعمه at the end of the day. من ورا مس لبنان انا انفتحت لي كثير ابواب، من ورا مس لبنان كان عندي الراحه الماديه وكان عندي القدره انه افتح ماي كومبانيز او اكون معرفه على ناس يمكن ما كان عندي الفرصه اتعرف عليهم وشوف بلاد ما كان عندي الفرصه اقدر اشوفها لو مش من مس لبنان. سو I am proud انه I was crowned مس لبنان، و I am proud most of all من اللي قدرت حققه لصليب الاحمر من خلال سنتي. بس كان بدي اسالك انه انت كمان فتي على مس وورلد ومس يونيفرس، سو شو صار معك؟ يعني كيف كانت تجربتك بهول الاثنين بالاخص؟ اوكي سو اتس فيري هيك فاني، لانه بس تروحوا على بس نروح على مس وورلد او مس يونيفرس بتشوفي المسز هونيك المسات بيكونوا كلهم فيري ريدي، بيكون صار لهم سنين محضرين باكاديميز ليكونوا بهيك كومبيتيشنز. اتس بروفيشنال اكثر، بيجي معهم تيم، حدا للشعر، حدا للضفير، حدا للراحه النفسيه، حدا يمكن ليغطيها بالليل اذا سقعت ما بعرف. بس انه بتحسي انه they are very well equipped. So وقتها أنا رحت كنت one كتير صغيرة، I was 18 19 years old. So رايحة أنا بعدني طالعة من الكشافة والصليب الأحمر وجاية على كل هال world of beauty and professionalism in that industry. انصدمت صراحة، بس كمان at the same time experience ما بنسيها هلا، إنه I didn't reach any مرتبة إذا بدك مهمة إلا إنه بمس وورلد it was top 10 بالمس بيكيني، يعني ولت الأيام دي. بس إنه at the same time انه بتقولي what I gained بهالفترة is اقدر انا اتكل على حالي على شهر برات البلد ما معي حدا، وشوي شوي كل اكسبيرينس تقطع فيها بتنمي لك شخصيتك بالحياة وقدرة توقف على اجريك هلا من وراها. من هيك هلا بنشوف نادين ويلسون جيم شخصيتها قوية انا اي لاف ذس. سو على سيرة الاكسبيرينسز كمان فتي از تي في ريبريزنتر، صح؟ سو بأي برنامج؟ شو صار معك؟ اوكي سو I was the co-host للشو The Voice على الام بي سي for two years experience بتعقد. طب ليه وقفتي؟ ما وقفت، رح أقول لك شو صار. أول شيء أنا الهوستينج is a passion of mine. أوكي. مثل البزنس هوستينج. سو أنا بحب حيالله بلاتفورم بيخليني أقدر أتواصل مع الببليك. بحب أكتر البلاتفورم بيخليني أقول رأيي بصراحة مع الببليك أو ناقش أشياء يمكن مش دايما فيك تحكيها. مزبوط. هلا بي The Voice it's more entertainment، بس still هيك الملعب مبسوطة فيه وعندي my own room. So I was happy. What happened is انه وقتها كان لازم يكون في one presenter على المسرح وone presenter بال في روم كانوا يسموها، وهيدا اللي كان لازم يتغير بدل ما يكونوا تو بريزنترز على المسرح وانا. سو وقتها بقيت امي وما فيهم يخلوا بنت ثانيه، سو وقتها جابوا شاب. محلي استبدلوكي بامي ولا ما انا؟ لا، لانه امي واز ذا مين هوست، انا ما كنت المين هوست. اوكي. انا اي واز ذا كو هوست بالفي روم. بالعكس امي ديد ساتش ا جود جوب وعندها هيك كاريزما كثير حلوه اون سكرين اند شي ديزيرفز to be there. حلوة بالعكس تاخد success. عادي ما أنا براسي ما يعني ما بفكر فيهم بهالطريقة وما بدها هالقد الدنيا، يعني مزبوط أكيد. at the end of the day يعني كل واحد بياخد نصيبه، وبعدين في أشياء بالحياة بتديرك بهالاتجاه وبهيديك. مزبوط. نادين فشلتي بي أي شيء؟
لا تعتبري يعني حالك فشلتي بقبلت من تمثيل لمس لبنان لا بأي بورت بتحسي حالك أنا فشلت؟ أبدا ما ف... أنا بالنسبة إلي ما فشلت. نحن عنا مشكلة بال أصلاً بالسوسايتي تبعنا بتحطيم الذات، يعني إذا أنت مثلاً ما عملت أكس يعني أنت فشلت، إذا أنت ما كان شكلك أكس يعني أنت فشلت، إذا أنت ما عملت هيك بعلاقتك مع صاحبك مع جوزك مع أهلك يعني أنت فشلت. For me I did my best وين ما كنت. إذا I did my best بس النتيجة ما كانت مثل ما أنا بدي it doesn't mean أنه أنا فشلت. أنا نجحت لأنه I did my best. أنا بفشل وقتها أنا I decide أنه أكون lazy. That's influencing. ما أعطي 100% أنه أنا أتكل على غير اللي يعطوني، أنه أنا أتكل على ربنا وأنا قاعدة ببيتي. ما بتزبط هيك. أنا هيدا بالنسبة إلي الفشل. بس أنك أنت تكون قات لحالك للشغلة اللي بديك تعمليها، أنك عاطية من حالك من كلنا من كل النواحي، you compromise so much in your relationship بشغلك مع الناس وين ما كان، لو ما أجت النتيجة مثل ما بديك أنت ما فشلت، أنت نجحت لأنه تجاه نفسك you're satisfied. نادين عملت شي عمليات تجميل قبل أو بعد مس لبنان؟ اللي عملته I did fillers in my upper lip هون. So كان عندي هيك مثل تعشتين جلستهم. من بعد مس لبنان؟ من بعد وين؟ قبل 18 كنت بالمدرسة تخيل يعني. بمس لبنان القواعد هي إنه ممنوع تكوني حاطة، ممنوع تعملي شي as plastic surgery صح؟ أنا ما حدا أفر خبرني عن قاعدة بتقول فيك أو ما فيك. نمبر وان ما بعرف إذا في بوليسي عن هالموضوع، ما بعرف إذا في لو بيمنع إنه إذا حدا عامل شيء ما بتنقبل أو بتنقبل. أنا بالنسبة إلي مس لبنان should be a combination of both. أكيد الفيزيكال أبيرنس وكاركتر وكوميونيكيشن. كوميونيكيشن ما في خبرك قديش مهمة بحياتها رح تكون لقدام، يعني it's the key to everything. So إذا هي عاملة عمليات تجميل يعني سوري إنه إذا عاملة منخارة أو إذا عاملة شفافة إنه شو هالهم يعني ما فهمت بيعتبروه يعني بس شو مش natural beauty. What kind of a big deal is that؟ إنه إذا عندها ديفو زبطته. What kind of a big deal is that؟ فرق أنت ما تكوني حتى في ديبيت انه اذا كانت عن جد وجه شيء وتغير كومبليتلي بس شيء ستيل از بيوتيفول، منه اوبفيوس هالعمليات التجميل يعني منه مزعجين للعين، ستيل هون الديبيت بيقول انه ليش لا، ليش ما بدها تكون مثل لبنان، يعني شو نحن ريلي مشكلتنا. او اذا بدكم تنهوا هيدا الجدل اسالوا هالكانديديتس قبل ما يفوتوا شو عاملين، واذا انتوا اجينست ذا سبجكت بليز ما تقبلون. ونهو يعني ما تخلوا حدا يتبهدل على السوشيال ميديا ويسمع كلام بشع اذا انتوا اصلا مش حاطين البارامترز اوف هو ايه مس لبنان شود بي. طب شو رايك بمسابقه مس لبنان هالايام؟ اول شيء انا بالنسبه لي الشغله وحده يلي كنت شغلتين هن اكثر شيء لفتوا لي نظري وهن اللي انا بهموني كمشاهده او كاكس مس لبنان، بهمني انا كيف تغير نوع تعاطي الناس مع هالمسابقة ومع المشتركات من سيء إلى أسوأ، من قلة احترام إلى أذية، من هيك الحكم بالبيت مثل كأنه واحد بحس حاله هو فاشن كريتيك وبيقدر يحكم على مين ما كان. يعني السوشيال ميديا allowed it. السوشيال ميديا خلت هيدا الشيء يصير. مزبوط. ايه بدي اقول لك كانت يمكن ب 2007 ما كان حدا كل حدا عنده منبر يحكي منه والسكند اوف اول بنفس الوقت انه ايام كثير البنات ما كانوا حاضرين لانه يكونوا بهيك مسابقه من اي ناحيه. انا قلت لك اكثر شيء لازم تركز عليه مثل لبنان الكوميونيكيشن تبعها، قد ما عندها ناس رح تتعرف عليهم وكلمه توصلها ريلي هي شي ريبريزنتس لبنان بكلمتها بترتيبها بس بكلمتها. فرق انت فيها تكون بتوقف القلب بالجمال تطلع فيها تقولي سبحان الله شو هالبنت بس ما تحكي كلمتين على بعضهم، وفيها تكون بريزنتابل ومرتبه ومش تقولي عنا يا لطيف سبحان الله بس وقتها تحكي شو فيها احلى. انا بقول انه اول شيء العمر لازم يعلى، يعني ما لازم at 18 حتى انا بقول لازم كان العمر يكون اكبر
لازم فوق العشرين سنة يقدموا على مثل لبنان تيكون عندهم خبرة كيف يقدروا يتواصلوا مع الناس وشو يقولوا وكيف يقدروا يسلسلوا أفكارهم كمان بطريقة وقت يجاوبوا على أسئلة الناس أو على أسئلة الجوري يعرفوا هيك سيستماتيك ما كيف يقولوا جوابهم بطريقة هن يحسوا حالهم proud of themselves إنه قالوا هالجواب بيحفزون الأجوبة. بدي أقولك شغلة، أنا على وقت أبداً ما حدا قالنا شيء وأنا really I don't understand. أنا منحسن كله بيجاوب على بيجاوب شيء معين كان سؤال بالشرق أو بالغرب. كمان شو عم يسألوا؟ إنه شو هن على أسئلة بس كمان ما فينا نسأل كمان ما فينا نسأل شو تريتمنت شعرك تقولي لنا تريتمنت وجهك. عم جاوبك على سؤالك الأساسي. أنا قلت لك إنه شو بده يتغير تهني زيتهم الأجوبة، ما هني زيتهم الأسئلة ما عم بيغيروا أسئلتهم أو بيقرروا يسألون سؤال سوبر صعب أصلاً مش محله بهيدا الكمبيتيشن، وأنا ما عم بحكي عن سوبر صعب يعني ما حدا يفهم كلامي غلط، السؤال الصعب يعني السؤال مثلاً يلي هو مش لازم ينسأل لأمس لبنان بي اي فاشن كونتست، هون أنا بعتبر اللي عم يسأل بده يبخع عن قصد يعني اصلا قاصد انه هي يحطها بموقف حرج اوكي. بس اذا انت ديجا بتعرفي انه بيسالوك عن حقوق المراه عن لبنان وقطاعه السياحي عن ناس بتحب تكون مثلها ايكونز عن شو كانت بتعمل لو كانت هي ببوليتيكال بوزيشن مثلا نائبه وزيره وات ايفر، ما هن زيتهم الكونسبت. نادين واتس يور نيو ستيبس، خطواتك اللي جايه؟ هلأ عم فكر بشغلتين، أول شيء ديزاينر 24 اللي نحن موجودين فيه اليوم وكيف رح نقدر نوصل لشريحة أكبر من الناس. فينا نحكي أكتر شوي عن ديزاينر 24 أكيد. So ديزاينر 24 هي شركة مؤسسة بدبي ونحن حاليا موجودين بلبنان ومن جمعة 10 أيام فتحنا بعمان. مبروك. فكرة تانكيو، فكرة الشركة هي أنه we rent designer dresses. سو إذا عطالة على بالك مثلاً فستان إلي سعب، فستان فيرساتشي، فستان زهير مراد، أسكار دي لارنتا، ماركيزا، يلي هني بس بدك تخديه at an affordable price ومنك حابة بقى تشتري كل هالفساتين وتحطيهم بخزانتك وحط صورة على إنستغرام ما بقى فينا نحن ما منعيد اللبنانية مش بس اللبنانية بالعالم العربي نحن ما منعيد لدرس هون هيدا الزبونات وصلوا لعنا So basically إذا نحن حابين نحصل على هال gorgeous dresses designer 24 بيأمن لكم you can rent it affordable price affordable يعني عم نحكي ب 5% من سعره الأساسي هيدا الaffordability تبعنا نحن عن جد بده يكون له معنى فكرة الأجار not to mention إنه الشركة is tech friendly يعني الويب سايت الموبايل أبليكيشن السيرفيسز إنه يوصل الفستان لعندك على البيت وتقسيه بالبيت at the comfort of your home خلص صرنا نحن at a point بالبزنس بكل العالم واسبشلي بالعالم العربي we need to catch up to technology يعني retail is changing مزبوط. You buy through a click مزبوط. مش انك تنزلي على الشوروم دايما مزبوط true that نادين في اثنين نادين جيم بلبنان بيزعجك هالشي ابدا لانه الاثنين نادين الجيم هن اسمين معروفين اسمين لامعين على مش سوشيال ميديا على التي في بالحقيقة يعني على العالم تعرفهم كثير اسمنا انه وي جاست هاف ذا سيم نيم بس ها هي بيزعجك انه في عالم ممكن تلخبط انه لما تقول نادين الجيم ابدا مش شو هو اللي عم يزعجني يعني ما يعني انا من زمان وجل من وقت ما طلعت من لبنان لليوم ماني فهمانه شو هو اللي بيزعج او شو هو المفروض انا يضايقني انه انا اسمي مثل اسم حدا تاني طب صوت انت صاحبه مع نادين نسيب نجي لا ما في صحبه بيناتنا بس بنفس الوقت كل شيء عم تعمله بدومين التمثيل الناس عم بتحبه وهي ممثلة لبنانية وإذا هي عم تعطينا هالصورة الحلوة من خلال تمثيلها من خلال her professionalism that makes me happy at the same time خلصنا فكرة الأسئلة لهلا بسرعة جاهز إيه سريعة مثل العادة هلا رح نوصل لمرحلة السكوب سو بالبروجرام بقوانين بروجرامنا هلا بدك تقولي عن حالك او عن حياتك او عن شغلك او اي شيء بيطلع براسك
سكوب ينقال عنه لأول مرة. تفضلي لنشوف. عم نشوف السكوب هو انه باول 2019 رح يكون البروجرام اللي خبرتك عنه يلي بحب انا اعمله رح يكون ردي. هاي ان شاء الله مبروك سلفا لكينا. مبروك. سو هلا بنوصل لاخر فقره اللي هي التشالنج. نادين ار يو ريدي للتشالنج؟ شو محضره؟ سو بدك تمثلي لنا هلا مشهد عن مثل بالون سؤال مع جواب. اهم شيء بونجور بليز ما تنسيها. يا الله ثقيله. مين بده يسال؟ حضرتك طبعا. وانا بدك جاوب او انا بسال؟ لا انا بسال وانت بتجيب. ما قطعت عليها. لا اوكي طيب. نادين ويلسون جيم، قد ايه في مسافه بين الارض والقمر اذا طلعتيها فشخه فشخه؟ بونسوار. اول شيء اكيد بونسوار للجنة التحكيم للماما ولا عم انسى. سوري شو السؤال كان؟ بس بترجع بتعيده. قد ايه في مسافه بين الارض والقمر اذا مشيتيهم فشخه فشخه؟ بتعرفي انه لبنان هو مثل القمر، مثل القمر لبنان. لبنان هو يعني لبنان هو ك سوري عن جد سوري. لا عن جد لبنان هو بلد انا بفتخر فيه، وانا كلبنانيه بعتبره مثل القمر، ولو بدي ابرم فشخات من السند للهند ما بلاقيته. Thank you لكم. Merci. Thank you. Okay, Nadine, who do you nominate to do the same challenge for the next episode? I'm sorry, girls. I'm just, it's just, you know, we're just joking. I nominate. هلا أول شيء بدي أقول مبروك على her new series ساشا دحدوح. تتكون حيكون معنا سينتيا ساميول كمان. سينتيا ودانييلا كمان اكيد. I wish them all the luck. انا عم تابع المسلسل و I'm sure it's gonna do amazing. البنات بعقده، وساشا كانت مشتركه معي بمس لبنان، من الاشخاص فعلا يلي بنفس السنه يلي خلت انطباع كثير حلو عندي، وبعدني لهلا بحب احكيها وبحبها كانسانه، يعني هيك بتعز علي لها مكان خاص. اوكي سو ساشا ناطرينك تتعملي ذا سيم تشالنج شي ديد. اكيد يو فاوند ات كثير كيوت لانه انا متت صراحه. سو ناطرينك معنا بالبروجرام تتعملي ذا سيم تشالنج ان شاء الله. نادين حبيت الحلقه؟ بتعقد. تعبتي؟ ثانك يو لك. نو اتس اميزنج بالعكس. ميرسي كثير كثير كثير. اوكي جيف مي هوب. فعلا حبيبي ميرسي على كل شيء. ثانك يو. سلمت قلبك اجان. ثانك يو سو ماتش. باي جايز. باي.